هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وعلى خير. فيديو النهارده بيتكلم عن اهم الكبسولات اللي انا جربتها في ان انا احاول اقل من الوزن بتاعي والدايت بتاعي على يعني مدار كبير جدا. استخدمت ايه؟ واستخدمت كام نوع برشام والمستورد والمصري وحاجات كتيره جدا. بس انا مش طالعه اتكلم ان انت لازم تخسي بالادويه بتاعه الدايت او ادويه حرق الدهون او اللي انت تديكي احساس بالشبع، بس المضطر هو بس اللي يستخدمها زي الناس اللي عندها اوفر ويت ومحتاجه حاجه تساعدها، زي الناس اللي جسمها اصلا ما بيش بيحرق ومضطره برضو تستخدم حاجه تعلي معدل الحرق بتاعها عشان تقدر تخس، والناس اللي مش حاله خاصه او اي حاجه برضو الناس دي تبقى محتاجه تاخد حاجه تزود من معدل الحرق بتاعها عشان تعرف تحرق دهونها، والناس اللي ما بتتحركش كتير والناس الكبار في السن وناس كتيره جدا بتحتاج الادويه دي. بس انا بنصحك انها تكون حاجه مؤقته في حياتك مش حاجه مستمره. حاولي تعملي دايت الاول طبيعي عن طريق الاكل اللي انت بتستخدميه، عن طريق الرياضه، وبعدين خليها تبقى اخر حل انت تلجئي له. الناس اللي طلبت مني ان انا اعمل تجاربي او الفيديو اللي ليه علاقه بالبراشين بتاعه الدايت، انا هعمل الفيديو ده على 3 مراحل عشان هو هيكون فيديو طويل جدا جدا جدا. فلو بتفكري تشتري اي نوع برشام، اتفرجي الاول على 3 فيديوهات اللي انا هنزلهم وبعدها قرري انت هتجيبي انهي نوع من الانواع اللي انا قلتها، او تجيبي النوع اللي يحبك بس يبقى خدتي باك جراوند عن كل نوع انا استخدمته، ايه هو السايد افكت بتاعه، ايه مكوناته وسعره، هيقعد معاكي قد ايه، وهتستخدميه كم مره في اليوم، وخسي كم كيلو على الميزان. تمام، تابعوا الفيديو، ان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله، ويا رب تستفيدوا باذن الله. ورمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. انا نسيت اقول كده في الاول، معلش انا اسفه جدا، دخلت في الموضوع على طول. لو اول مره تشوفيني، انا دودي فاضل، فيديو بلوجر، بعمل فيديوهات ليها علاقه بالسكين كير والحجاب والفاشن والماسكات. فبليز اعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك اي فيديو جديد ان شاء الله انا هعمله، وكملوا الفيديو معايا. هبتدي طبعا معاكم ان انا اقول لكم النصايح المهمه قبل ما تجيبي اي نوع برشام هتستخدميه. اول نصيحه ان انت تقيسي نفسك على الميزان قبل ما تستخدمي اي نوع برشام انت هتجيبيه، عشان ما تحسيش ان فلوسك اترمت على الارض او ان البرشام ده ما عملش معاكي نتيجه. لا، لازم توزني نفسك قبل وبعد استخدامه عشان تعرفي انت خسيتي كام كيلو. ويا ريت كمان تقيسي نفسك بالمزوره او بمتر الهدوم عشان تعرفي الشيب بتاع جسمك خس قد ايه، دراعاتك ووسطك فخادك، كل الحاجات دي بتتقاس، عشان انت ممكن تقيسي على الميزان وفي نفس الوقت ما تخسيش، ممكن تكوني قستي بالمزوره وخسيتي، مقاسات جسمك قلت. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه والأهم، انك المفروض تشربي ميه من 2 ل 3 لتر في اليوم. الميه مهمه جدا وهتزود على ان انت جسمك يدوب فيه الدهون بسرعه جدا، وكمان السلولايت والحاجات دي الميه مهمه جدا. ثالث حاجه والاهم، دي اهم نقطه يا بنات، انك تقرري انك تخسي. لو قررتي او اخدتي القرار انك تخسي، هتعرفي تستمري انك تكملي الدايت ده، هيبقى عندك هدف انت ماشيه وراه. لازم تهيئي نفسيتك انك تخسي. طبعا لازم تبعدي عن الفاست فود بكل انواعه، لازم تبعدي عن الشوكولاتات، دي حاجه مهمه جدا، ولازم تبعدي عن المياه الغازيه بشكل دائم. انت لو قررتي تبعدي عن الثلاثه دول من غير نظام غذائي هتخسي، دي اول حاجه تاخدي بالك منها. عايز اقولك بقى، لو انت اوفر ويت قوي قوي، ما تاخديش الفري داي بتاعك او الاوبن داي بتاعك من اول اسبوع، لا، استمري شهر على الدايت اللي انت عاملاه. لازم تعملي نظام غذائي مع اي برشام هتستخدميه عشان يعمل معاكي نتيجه حلوه، خصوصا ان البراشيم بتبان من بعد 3 اسابيع في كل انواع الاجسام، مش جسم واحد او جسم معين. يعني مش من اسبوع هتحسي مثلا انت خسيتي 5 3 كيلو، لا، في ناس ما بيبانش معاها الحبوب او كبسولات الدايت الا بعد مرور 3 اسابيع. فبالتالي اللي انت الاوبن داي بتاعك حاولي ان انت ما تاخدوش بدري لو انت اوفر ويت قوي، زياده في وزنك من 25 ل 40 كيلو مثلا. اما البنات اللي زياده وزنهم بسيط اللي هو 15 كيلو 15 كيلو، ممكن تاخديه بعدها باسبوعين الاوبن داي او الفري داي بتاعك اللي انت عاوزاه. وطبعا في الفري داي مش هتاخدي حاجات بكميات كبيره، هتاخدي حاجات بكميات قليله. انا مش من انصار خالص الناس اللي تحرم نفسها، بالعكس، انت كل اللي في نفسك عشان تعرفي تكملي الدايت اللي انت ماشيه فيه، دي حاجه مهمه جدا. وممكن تتابعي من على النت، ممكن تتابعي مع دكتور، المهم ان يكون عندك اصرار وعزيمه ومهيئه نفسك انك تخسي زي ما انا قلت لك. دي اهم الحاجات اللي لازم تعمليها قبل ما تجيبي اي نوع برشام. انا النهارده هتكلم معاكم عن انواع برشام انا استخدمتها، زي اورلي اورلستات وجرين تي المستورد وجرين تي المصري، واستخدمت في تيرم الالماني، واستخدمت تيرمينج، ده كان اول نوع برشام استخدمته مثلا من 3 4 سنين. تمام، هتكلم عن كل نوع، بس زي ما قلت لك انا هقسم الفيديوهات عشان ما تحسيش ان الفيديو طويل عليكي، فعشان اتكلم عن كل برشام بتفاصيل الحاجات اللي انا ممكن اقول لك فعلا تجيبيها
وعملت معايا نتيجه ولا لا، وايه الحاجات اللي ممكن لا ما عملتش معايا نتيجه وكانت زي قلتها فابعدي عنها. فقبل ما تقرري تجيبي اي نوع برشام اتفرجي على كل الفيديوهات وقرري بعد كده انت هتجيبي اي نوع برشام as you like، حتى لو انت ما لقيتيش الانواع اللي في دماغك في الفيديو ده، بس تبقي اخدتي باك جراوند بعد كده شوفي انت عايزه تجيبي ايه. اول برودكت عايزه انا جربته حبيت اتكلم عنه معاكم النهارده واشارككم بيه تجربتي، حبوب الشاي الاخضر المصري. بصوا يا بنات، هو برطمان، بس هو قبل ما يكون برطمان كان الاول بيتباع على انه شرايط في علبه عاديه، ما كانش في علبه كده، لا كان في علبه عاديه كده وكانت شرايط عاديه جدا، تمام. فانا كنت بستخدمه من فتره طويله جدا. اول حاجه جرين تي ده هو 30 كبسوله في البرطمان، مش عارفه هتلاقيه بكام بس مش هتلاقيه غالي قوي، تمام. مكوناته ورق الشاي الاخضر، تمام، اللي بيساعد على حرق الدهون وتنظيم الجهاز الهضمي والحاجات دي كلها. موانع استعماله الناس الحوامل اللي بيرضعوا اللي عندهم السكر والضغط والقلب ما يستخدمهوش. طيب عمل معايا نتيجه ولا لا؟ بصوا بنات، هو ما عملش معايا نتيجه خالص، هو كان بيدخلني الحمام وكنت بعرق فقط، لكن ما كنتش بخس خالص عليه وما كنتش بحس خالص ان انا شبعانه، بالعكس انا كنت باكل، كنت باخد كبسولتين في اليوم او كنت باخد كبسوله واحده في اليوم. من اهم مميزاته مكتوب عليه انه بيقلل الشهيه، بيعمل على زياده معدل الحرق في الجسم وتحسين عمليه الهضم، بس انا شخصيا ما جابش معايا نتيجه خالص وما خستش عليه، فعشان كده انا ما قررتوش تاني، كنت باخده وبحس ان انا ما خستش، ما فرقش معايا خالص خالص خالص، رغم ان انا كنت ماشيه على نظام دايت وتوست دايت وحاجات كده، بس بصراحه ما عملش معايا اي نتيجه. تاني نوع حابه اتكلم معاكم عنه اللي هو جرين تي بيرنر الامريكي مش المصري. جرين تي بيرنر ده علبه غطاها اخضر، وخدوا بالكم انتم ما تجيبوهاش من اي مكان ان في مضروب كتير، حاولوا تجيبوها من صيدليات معروفه. طبعا انتوا عارفين طبعا صيدليات مشهوره كتيره جدا في مصر او في اسكندريه، شوفوا انتوا بتجيبوها من اي مكان، بس اهم حاجه تكوني جايبه من صيدليه ثقه، وطبعا بيبقى غالي. انا كنت بجيبه ب 550 جنيه بس هو دلوقتي بقى ب 760 جنيه تقريبا. العلبه فيها 90 كبسوله هتكفيك لمده شهر ونص. اول حاجه مكوناته اوراق الشاي الاخضر والكافيين، تمام. طب بيعمل ايه؟ بيعمل على برضو الشبع، بيخليكي شبعانه، بيزود معدل الحرق في جسمك، بينظم الجهاز الهضمي، بيمنع التقلصات، الحاجات دي كلها. طيب عامل معايا نتيجه ولا لا؟ بصراحه عامل معايا نتيجه حلوه جدا، كنت بستخدم حبايتين في اليوم، حبايه قبل الفطار وحبايه قبل الغدا. انا بفضل ان استخدم اي برشام انا بستخدمه قبل الغدا وقبل الفطار، لان وجبه العشاء بتكون وجبه خفيفه جدا، فهتكوني مش مضطره انك تستخدمي اي برشام، وكمان هتحسي انك شبعانه طول اليوم. اول ما جبته كنت بستخدم كبسولتين في اليوم، تمام، وبعدين لما قررت ابطله انا استمريت عليه 3 شهور، لانه يعني كان حاجه مهمه اساسيه لانه فعلا كان بيخسسني، حاولت ان انا ابطله بالتدريج. دي نصيحه مني بنات مهمه جدا، حاولي تبطلي اي دواء انت بتستخدميه خاصه ليه علاقه بالدايت، انك تبطليه بالتدريج عشان جسمك ما يجيلوش تشوك وفجاه تحسي ان معدل الحرق وقف فجاه، تمام. فانت لو عايزه تبطلي اي نوع برشام بطليه بالتدريج، دي حاجه مهمه جدا. بصراحه انا جاب معايا نتيجه هايله وفعلا خسيت عليه وفعلا فرق في كل هدومي، بس هو بصراحه غالي جدا جدا جدا، فانا ما قررتوش تاني عشان انا اي دواء دايت كان بيتعبني، وبعدين لما وصلت للوزن اللي انا عاوزاه فبطلته. جيت بعدها استخدمت دواء تاني اسمه في تيرم. عايزه اقول لكم حاجه مهمه قبل ما انسى، السايد افكت بتاع الجرين تي بيرنر بصراحه ملوش اي سايد افكت ومش مكتوب عليه اي اضرار، وشفت ريفيوهات كتير عنه ما ملوش اي اضرار، ما بيعملش اي مشاكل، تمام. بس انا مش عارفه بصراحه موانع استعماله لمين، يعني برضو انا بنصح اي حد عنده الضغط يسال دكتور، حد عنده القلب، اي حد عنده حاجه في الكلى برضو يسال الدكاتره، لان في براشيم بتاثر على وظائف الكلى والكبد، فياريت تسالوا اي دكتور انتوا قبل ما تستخدموا الحاجه دي. انا بس بشارك معاكم تجربتي. نيجي للدواء اللي اسمه فيترم. فيترم ده اهم مكونات مستخلص من التوت الابيض، ورق التوت الابيض، اللي بيعمل على حرق الدهون المتراكمه، اللي بيعمل على زياده معدل الحرق في جسمك، بينظم الجهاز الهضمي، بيحسسك بالشبع، بيخسر وزن كبير جدا، يعني مثلا ممكن تخسي عليه 15 كيلو 10 كيلو. طيب انا استخدمي معايا اول حاجه هو علبه فيها 4 شرايط فيها 30 كبسوله هتكفيكي لمده شهر لو فكرتي انك تجيبيه، تمام. طيب ايه هي جرعته؟ هتاخدي حبايه واحده بس في اليوم، يا قبل الفطار يا قبل الغدا. انا بفضل تاخديها قبل الغدا لان دايما الغدا بيبقى فيه اكل كتير فانت عايزه تحرقي اكتر. يعني اول حاجه هو كان فعلا بيشبعني بس نص نص، هو ما كانش بيشبعني خالص،
على فكره هو ملوش اي اثار جانبيه زي جرين تي بيرنر بالظبط، هو فيترم منتج الماني ومش هتلاقيه في اي مكان برضو، فلازم تجيبي من صيدليه كبيره او صيدليه انت واثقه فيها او صيدليه مشهوره، لان في كذا نوع من فيترم. بصوا بنات انا ما استخدمته بصراحه، جالي صداع يعني اول اسبوع ده انا كنت حاسه بصداع جامد، عرق كتير جدا، كنت بعرق. بس بصراحه خسيت عليه برضو، من ضمن الحاجات اللي خسيت عليها وفرقت معايا، واي منتج مستورد او مش مصري فعلا هتخسي عليه، وهتخسي معاه بنتيجه ملحوظه جدا جدا جدا، يعني هتحسي ان فلوسك اللي اتدفعت دي هي اتدفعت في المكان الصح، مش اي كلام وخلاص. بس انا ما جددتهوش تاني عشان انا كنت خسيت كتير قوي عليه، تمام؟ وفي نفس الوقت انا كان بيتعبني، كنت بحس ان ضربات قلبي عاليه، وكنت بحس ان انا مش متظبطه. بس انا مش عارفه انا بيحصل لي كده بس ولا في ناس تانيه حصلها كده، مع ان هو ملوش اي سايد افكت، ومكتوب كده على النت، ومكتوب كده في الروشته جوه، يعني انت العلبه هتلاقي فيها ورقه وهتلاقي فيها الشرايط بتاعت البرشام، فمكتوب انه ملوش اي سايد افكت. وفي صراحه الدكتور برضو اللي كان كاتبه لي ملوش اي اثار، انا قلت له انا عايزه حاجه صحيه وما تاثرش عليا، فمش عارفه هو عامل معايا كده ليه، فانا ما قررتوش تاني. بس بصراحه انا خسيت عليه. بصوا بنات انا كده خلصت الريفيو، بليز لو الفيديو عجبنا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وتعملوا شير لاصحابكم ولجيرانكم ولقرايبكم، وتصيطوني كده، واشوفكم ان شاء الله تاني فيديو تاني قريب. باي باي.